ولمزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل جامعة عين شمس. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضراتكم وعلى المشاهد الكريم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يمكن منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشروعات القومية يمكن بنشهدها كل يوم بالمئات يعني، ويا رب ربنا يزيد طبعا ويبارك أكتر من كده، كان ما بين هذه المشروعات القومية الكثيرة كان إحداث طفرة حقيقية في مشروعات الطرق والكباري بشكل غير مسبوق، يعني في قطاع النقل كمان بالذات. كلمنا أكتر عن تطوير قطاع النقل في الفترة الماضية خاصة فيما خص قطاع الطرق والكباري. يعني نقدر نقول ان قطاع النقل حظى باهتمام الدولة من 2014 الى الان بكافة وسائطه، سواء كنا نتحدث عن نقل بري يعني طرق، او بنتكلم عن نقل سككي يعني سكة حديد، او نقل بحري، وشفنا ما يحدث من تطوير للمواني والارصفة البحرية وانشاء مناطق جيوسية وربط جديد المواني الجافة. كل هذه الامور كانت قبل كده بيقدم لها في العقود الماضيه حلول متكامله لا ترفع الى درجه الحلول المتكامله او الجذريه. الدوله من 2014 وبدعم القياده السياسيه اهتمت بقطاع النقل باعتبار ان قطاع النقل هو الداعم الحقيقي لمشروعات التنميه المستدامه. وعلشان نقرب الموضوع النهارده، عشان نعمل اجتماعات عمرانيه جديده، عشان نعمل مناطق صناعيه جديده، عشان نستغل الثروات الطبيعيه اللي موجوده من مناجم ومحاجر وخلافه، لابد ان يكون عندي شبكه نقل جيده عشان اقدر اصل الى مناطق لم تكن مأهوله، اقدر ان انا اعمر هذه المناطق واستغل ما بها من ثروات. وده كان نهج الدوله ان يكون عندنا شبكه طرق وشبكه نقل جيده تستطيع انها تخدم مشروعات التنميه المستدامه وتوفر فرص عمل وتسد من التضخم وحياه افضل للمواطن، لان احنا كنا عايشين على 6% من مساحه مصر حوالين الوادي الطيب. دلوقتي عندنا شبكه طرق بتربط مفاصل الدوله ببعضها، فبالتالي ده كان داعم لمشروعات تنميه مستدامه. كمان الاستصلاح الزراعي والخروج من الدلتا والوصول الى مناطق الدلتا الجديده وسط زراعه الصحراء لم يكن ذلك يتم بدون وجود شبكه بنيه اساسيه على راسها شبكة النقل والطرق، علشان الطرق بيبني عليها كمان باقي مرافق الدولة زي المية والكهرباء والصرف، وبالتالي أقدر أصل إلى مناطق جديدة أعمرها أو أزرعها أو أستغل ما بها من ثروات، وهذا من نهجاته الدولة. علاوة على الاهتمام بوثائق النقل العام والجماعي من خلال إنشاء خطوط جديدة القطار الكهربائي الخفيف، أو إنشاء القطار الكهربائي السريع، أو استكمال خطوط مترو الأنفاق. كمان الدولة دخلت في فتح شرايين مرورية داخل المحافظات التي تعاني من اختناقات مرورية على مدار الساعة. شفنا الكلام ده في اقليم القاهرة الكبرى، وشفناه في محافظات مماثلة زي محافظة الاسكندرية. شفنا جنوب مصر اللي كان محروم من التنمية، وعندنا محاور على النيل، 7 محاور بتنشأ على النيل، بعضها خلص انتهى وافتتح وكان له دور في ان هذه المحافظات اللي كانت فارضة للسكان يكون فيها تنمية فعلية تستوعب الزيادة السكانية، وبالتالي ما يبقاش أهالي هذه المحافظات بيهجروها وينزحوا إلى المدن الرئيسية بحثا عن فرصة عمل. دكتور حسن، الجزء بالتحديد الخاص بفكرة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، احنا بنشوف فعلا مشاريع كتير فيما يتعلق بالكباري والطرق وما إلى ذلك، ولكن تبقى أن مشكلة يعني نفس السرعة مش موجودة بالنسبة للمشاريع. بنشوف مثلا الأحياء ما عندهاش نفس السرعة في الإنجاز فيما يتعلق بالأجزاء الداخلية اللي هي المفروض أنها بتخدم هذه المحاور الجديدة. كيف يتم التوازن بين هذه الجزئيه بالتحديد؟ يعني خلينا نقول ان الدوله بتشتغل على كافه المستويات في تحديث شبكه البنيه الاساسيه بما فيها الطرق، والدوله بتشتغل على مستويات الطرق الرئيسيه والطرق السريانيه والطرق السريعه، ودي بتكون فيها سواء اذا كان الهيئه الاساسيه للقوات المسلحه لهم منا كل التحيه والاجلال. وهنا بقول ان ما تقوم به الهيئه الهندسيه هو اشراف وتنفيذ، ولكن من ينفذ هي شركات وعمالة مصرية مدنية سواء شركات حكومية أو خاصة. كمان وزارة النقل ووزارة الإسكان، يعني ليس محور الفردوس بعيد اللي تم إنشاؤه من خلال وزارة الإسكان، وعندنا وزارة النقل كمان لها عديد من المشروعات داخل المدن، منها الطريق الدائري وحجم التطوير اللي بيتم فيه. أما بالرجوع لسؤال حضرتك داخل المحليات، الوضع حضرتك بتحقق سؤالك،
في فرق في سرعه انجاز العمل ما بين الطرق اللي هي بتخص المحليات ومديريات الطرق والنقل داخل المحافظات وما بين ما تقوم به وزاره النقل او وزاره الاسكان او الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، وده عشان كده احنا عايزين ننتقل بالخبرات اللي موجوده لدى هذه الجهات الى المحليات بحيث ان يكون عندهم شيء من الخبرة المتراكمة كما هو موجود لدى وزارة النقل أو وزارة الإسكان أو الهيئة الهندسية ويستطيعوا بها أن هم ينجزوا الأعمال بشكل أكثر سرعة. لكن خليني أقول إنصافا أن داخل الأحياء وداخل المحليات بيكون في عندي مشاكل مرافق كثيرة جدا بعضها غير مخطط ولا يوجد على خرائط نظم المعلومات، عشان كده احنا بنقول ان الشغل داخل المحافظات داخل المحليات بيكون اكثر صعوبه من انشاء طريق حر او سريع، لكن الامر لا يتخطى كون التراكم والخبرات مطلوب. لما يكون عند زمايلنا في المحليات الخبرات دي هيقدروا ان هم يتعاملوا بسرعه اكبر مع الطرق اللي موجوده عندهم في المحليات. تمام. دكتور حسن مهدي استاذ هندسه الطرق والنقل جامعه عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الخير مره اخرى.